البرسبشن او السنسورز في الموضوع مهم جدا، انه بيساعدني ان انا اقرر هعمل ايه، ولما اعمل انا عملت ايه. يبقى السوليوشن هنا ما ينفعش يبقى سيكونس اوف اكشنز، ولكن بنمشي بحاجه اسمها استراتيجي. والاستراتيجي ديت بتعتمد على الكونتينوس سنسورز فيدباك بتاعك. جميل، كان منطقي. هاو تو دو ات بقى في الانتليجنت ايجنت. خلينا ناخد الاكزامبل بتاع الفاكيوم كلينر. كان عندي تو رومز ويا كلين يا اما ديرت، فيبقى عندي كام بوسيبل ستيت؟ المفروض يبقوا 8. وادي الثمانيه بوسيبل ستيتس بتوعي، وفي اثنين منهم يعني جول ستيت. لما تقرر ان انت تنظف الاوضه، مين قال ان هي نظفت؟ طيب نفترض ان انت نظفت الاوضه ديت، هتروح لمين؟ هتروح وبعدين بقى هتروح لخمسه او سبعه؟ هو انت في انهي واحده؟ معرفش. خدنا بالنا؟ يبقى البروبلم دي احنا في البدايه خالص لما اخدناها في السيرش تكنيكس اخدناها على انها فولي اوبزرفبل وديترمينستيك، وبناء عليه عملنا التريج عظيمه وقررنا ان احنا بمنتهى البساطه وي كان فايند يوزنج البريدث ذا بيردز فيرست تكنيك، انه ده احسن تكنيك، احسن من الدبث بتاعنا، وده هيوصلني للاوبتيمم والبيست سوليوشن. But now I'm telling you a different story. الافتراضات اللي احنا افترضناها could be not true. ما عنديش سنسور في الاوضتين. ما انا لو واقف هنا ونظفت دي، مين هيجيبني في سبعه؟ ان انا اكون عندي سنسور هنا اقول ان دي نظيفه ولا لا، فبالتالي يوديني سبعه او هيوديني خمسه. فالديسيجن ميكنج هنا از ديفرنت. So how to do it؟ خلاص، فيعني بيقول لك احنا في الاول كنا بنعتمد على سنجل بوسيبل اوتكم، خلاص مش هينفع. دلوقتي الكلام دوت لو في اوبزرفبل وديترمينستيك، لكن الوضع الحالي بتاعنا it is not deterministic environment، وبالتبعيه السوليوشن بتاعي هيعتمد على الاستراتيجي، والاستراتيجي هنا as a programming is simply speaking if then else statement. وساعتها بدل ما يبقى عندي السوليوشن از سيكونس، السوليوشن اتسلف هيبقى ايه؟ ا تري. فبالتالي ديسيشن ميكنج هير او استراتيجيا. انا عايز بس اجامب الفيجر وبعدين وانا كده برجع لورا ولا قدام؟ فين الفيجر؟ اهو هو ده. استنى استنى I'm looking for this. هشرح هنا وبعدين ارجع للتكست تاني. حاضر. If we are at a state number one, can you see it or shall I zoom? طيب. في الكيس ديت in the initial state you have either to clean the dirt or move to the right. صح كده؟ So as an agent I have two options. This is called OR. مظبوط؟ طيب خلينا نقول ان هو اخذ اكشن معين. اصبحت نون ديترمينستيك اكشن. ليه؟ وبعدين بقى؟ طيب فلما هينظف هيروح فين؟ هيروح ستيت خمسه ولا سبعه؟ فيبقى في الوضع ده أنا عندي واتس كولد اند. هي الدوشة دي هتقعد كتير؟ افك بقى. Thank you.
اوكي ف the first node of the first situation I had or state or node then I have and a and state بنسميها اللي هو هنا لازم تشيك خلاص انت نظفت فانت الاوضه الاولانيه بقت نظيفه هل انا وصلت للاوبجكتيف بتاعي الاجابه يس اف السكند روم از ايه كلين لو ما كانش يبقى التاني هيبقى ايه ديرت يبقى اي نيد تو جو تو رايت هنا انا عندي اور ليه اور لان انا ممكن موف تو رايت او افضل قاعد في مكاني انظف تاني فلما انظف تاني هفضل قاعد في نفس الكيس فهدخل في انفينيت لوب واضح ف دي بنسميها الاند اور تري مش عارف اخدتوها قبل كده في اي كورس تاني ولا لا بس هي بتبقى مبنيه على اساس ان في مستوى من التري قدامي اور يعني اوبشنز يعني تشويسز when you choose that is your action what is the output of your action هل انت متاكد من الاوتكم لا مانيش متاكد يبقى ايه هو عدم التاكد بتاعك بنسميها الاند ستيت اوكي فدي اسمها الاند اور طيب يبقى احنا في نون ديترمينستك اكشن انفايرمنتس وي ار فولوينج واتس كولد استراتيجيك بلاننج او كونتينجنسي بروبلمز اللي هيعتمد على البرسبشن دوت وهنا انا كاتب لك نفس الكلام انا كنت بقول على التاكسي درايفر دلوقتي ان ذاتس واي ميني بيبل كيب ذير ايز اوبن while walking around or driving صح nowadays معظم الحوادث بسبب ايه الموبايل سايق وانا جاي دلوقتي وهو سايق قدامي على المحور بس في الحقيقه ما كانش باصص في الموبايل كان فده يمكن كان شويه مركز كان في عين شغاله يعني في ناس بتبقى ماسكه الموبايل كده وماشي كان في نكته زمان بتقول لك ايه عمرك شفت ايامك ما كان ناس تركب حصان او حمار او جمل في حصان خبط في حصان في جمل اتقلب على جمل فيش صح فكان دي كانت تريقه على الايه العربيات ده ايام ما كنا بنسوق من غير موبايل nowadays انا شخصيا ماشي في الجامعه بخبط في الطلبه يبقى بقى طالع من ممر كده وهو الطالب ماسك الموبايل بتاعه مش كده المهم ما شاء الله هو دماغه عارفه الايه عارفه الباث عارف ان هو هيحود هنا بس هو ما فكرش انه يرفع عينه يبص في الطريق فكذا مره ابقى هخبط في بني ادم فاصبحت النكته النهارده مش على العربيات والحمار لا ده البني ادم بقى بيخبط دلوقتي فده يوضح لك دي انت كبني ادم يوم ما كانش الموبايل ده في ايدك فانت ماشي in deterministic environment you know that you have moved forward one step يعني environment واضحه وانس بقى مسكت حاجه تانية وانشغلت بيها فاصبحت فين هنا فهم غالبا هيركبوا البشر الجيل الجاي ان شاء الله حبه سنسورز ويظبطوها كده في الايه في الفي ار سيتس الجديده دلوقتي عشان تستمتع بالموبايل وما تخبطش في حد غالبا يعني فانيوي ات از نوت فان على فكره يعني انا حقيقي مش بهزر انا كان بجد ده اللي بيحصل او ده اللي هيحصل يعني فالانتليجنت ايجنت بيشتغل ازاي بقى في القصه ديت عشان يبقى يعرف يتصرف المفروض ان يعمل زي بني ادمين الشطار اللي هم بيمشوا يفتحوا عينيهم ويطرطقوا ودانهم كويس عشان يقدر يتخذ القرار الصح فكلمه تفتح عينيك وتطرطق ودانك دي السنسورز بمنتهى البساطه اللي انت ايه محتاجها طيب يبقى عندنا مره اخرى two type of nodes وبنسميها and or search trees لو كنا deterministic ارجع ورا شويه هتلاقي كل التريز بتاعتنا عباره عن or ما كناش بنفكر في نتيجه الاكشن التريز اللي فاتت كلها ارجعها كده بص عليها كانت كلها اور
فده في الديترمينستك. فدي كانت الاور نودز وده احنا كنا اشتغلنا عليه. الجديد اجاك في النون ديترمينستك بعد ما تتخذ قرار اور وات هابند، فده الاند نودز بتاعتنا اللي محتاجين نبص عليها عشان نقرر. فيصبح السولوشن بتاعك is not a sequence of action, it's actually a tree. يعني دي متاخده في عين الاعتبار، لان ممكن اكتشف نفسي ان انا ايه هنا صح، فبالتالي يبقى انا عندي a tree اللي هي حاجات البورد دي، هو دوت my solution، بحيث ان انا هوصل في الاخر to the goal state. بتبتدي بالجراف اللي انا حطيت من شويه different states، اضعف الايمان بالcreating state space، how many states، فبتحط all possible states. تمام؟ ينفع اعملها as a graph؟ الجراف بنبنيه امتى؟ if الجراف بنبنيه امتى؟ that's my question. The graph you can build it once you know the relationship between different states. فانت عندك different states اهو، بص ديت لو عملت move to the right هتوديك كان state واحدة تانية، يبقى ممكن تعمل arc وتكتب عليها move to the right، لا move to the left تروح تشوف مين. بس دول mini goals. mini what؟ يعني كذا goal اقدر اوصل له من yes. انت تقصد عندك multiple goals او multiple possible paths to reach the goal. yes ده صحيح. طيب تحب نعم؟ لا واحدة واحدة مرة أخرى، احنا بنتكلم عن ايه؟ states متفقين عليها. ال state graph معناه ان ال states دي ما بينهم علاقات، حلو كده؟ طيب وقفنا بقى intelligent agent، انا كده وفرت له الداتا structure بتاعته في السوفت وير، وبقول له بقى يا agent ابتدي search في ال problem and find the solution. الايجنت دوره او دورك انت كبروجرامر تقرر هو ايه نوع الايجنت، ايه نوع الانفايرمنت، في سنسرز ولا ما فيش، تاخد شويه الحاجات دي وتفكر وتقرر هعمل الدبث فيرست، هنمشي في سكه التري القديمه اللي هي الاور تري. لا ده احنا نون ديترمينستك يبقى الاند اور، لا ده احنا كونتينوس سيرش سبيس هيك كلايمينج، لا ده احنا حاجات تانية انتي كوجني كويس اند سو اون. فيبقى انت اللي بتبني الايجنت وبتهيئ له امور. طيب لحد دلوقتي المساله دي بالقصص اللي احنا حكيناها، احنا دلوقتي كنا ديترمينستك اوبزرفبل ثم اصبحنا نون ديترمينستك بارشلي اوبزرفبل. وات اباوت الاستاتيك والديناميك؟ لحد دلوقتي الانفيرومنت دي كانت ايه؟ ستاتيك. اذا نظفت الاوضه هتفضل نظيفه صح؟ لكن لو دايناميك، لو نظفت الاوضه ورحت ننظف في الثانيه، طب الاولانيه اخبارها ايه؟ دايناميك. احنا في الحياه الطبيعيه بقى تفتكر انتليجنت ايجنت لو جبنا فعلا فاكيوم كلينر عشان ينظف تفتكر ايه؟ صح كده؟ فالدنيا ايه؟ دايناميك. فده بعد اخر في المساله بتاعتي. طيب خلاص ده تكمله الكلام، وده الفيجر في الكتاب، وده السودو كود بتاعنا. تعرفوا يعني ايه سودو كود طبعا صح؟ انا شرحته قبل كده او اتكلمت عنه قبل كده ماشي؟ فده السودو كود بتاعك، طبعا شكله لطيف جدا 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 وبسيط وفيري ايه كومباكت وجميل جدا جدا، لكن طبعا لما تيجي تقعد تقرا التفاصيل هتلاقي بقى ايه؟ في حاجه اسمها اور سيرش، في حاجه اسمها اند سيرش، ادي اند سيرش، طب فين الاور سيرش فانكشن بقى انت هنا هي بتندها. ففي عندي سم سورت اوف اندايركت ريكيرسيف تكنيك. عارفين يعني ريكيرسيف؟ الحمد لله كويس. نعم؟ ابلاينج وات؟
بلايند سيرش. عشان ما عندكش الهيرستيك فانكشن. صح، ما عنديش، ما ببصش انا متبقي لي قد ايه. خد بالك في لوكال سيرش ما بيهمناش الاتش فانكشن، غير ان انا بتحرك ستيت باي ستيت. صح، بس ببقى شبه متاكد ان انا ماشي صح. من شويه قلت لك الدريفيتيف وقيمه الجي اوف اكس لحد ما توصل للزيرو، فانا جبت جزئيه من الماث بتضمن لي ان انا هجيب الزيرو. خلاص يبقى ما عنديش مشكله. في الهيورستيك لا، انت بتبقى عندك ستيتس وعندك الهيستوري كمان بقى. لو اخدت الجي اوف اكس جنب الاتش اوف اكس، فانت واخد قدامك متبقي قد ايه وانت دفعت قد ايه. فده كان في سيتويشن اخر. اوكي؟ طيب. احمر اهو منور اهو. نيو كاتيجوري اوف ذا بروبلمز. Constraint satisfaction problems. يبقى البروبلم اصلا مبنيه على كونسبت. الزبون جاي يقول لك انا عايزك تجيب لي البضاعه وذن خمس دقائق من جوه المخزن، تصرف بقى. يبقى هو حاطط لك ايه؟ كونسترينت. هو ككاستمر ملوش دعوه خالص لا بتراجكتوري بلاننج ولا بأوبستكل افويدنس ولا بتترمينستيك. هو عنده ايه؟ كونسترينتس. وانت لازم وانت بتحج بقى وبتفكر فيها هتبص على واتس كولد ايه؟ كونسترينتس. طيب هنا كنا بنقول ايه؟ فشابتر 3 و4 اللي احنا خلصناهم دلوقتي يعتبروا الدنيا كانت سهله وواضحه، ما كانش عندنا فكره الكونسترينت. امال ايه بقى موضوع الكونسترينت دوت؟ طيب عشان دي احنا حتى الان كنا بنشتغل مع مين؟ صح؟ حتى الان كل التريز بالستيتس النود بتاعتي كان بيكتب فيها كلمه او يتحط فيها صوره. ما اعرفش حاجه خالص. فهي ستيت وخلاص. في الكونسترينت بقى ساتسفاكشن بروبلم، الستيت دي انا عايز اوصل لها بس بشروط معينه، شويه داتا زياده عنها. فبالتالي هندخل في الفاكتورد او الاستراكشورد. في الحقيقه غالبا بنكتفي بالفاكتورد. في سؤال جه غلط في الميدتيرم فاكرينه؟ ان شاء الله هديكم الدرجه بتاعته. حاضر. طيب فعندك الفاكتورد وعندك الايه؟ الاستراكشورد. لو انا بقول لك انا هوصل لستيت ما، يبقى ده كان الاتوميك. هذه الستيت with certain information، وده بقى اللي اسمه constraints بتاعتي، اللي هو مثلا الستيت ديت والله الزبون كان نص زعلان، والله البضاعه يعني قدام 10 دقائق ونوصل and so on. يبقى شويه information about my current state. صح؟ فيبقى دي اسمها ايه؟ factored. دي شويه معقده. اسبوع بقى ايه انتوا لما ان شاء الرحمن اذا اشتغلتوا في هذا الترند او في هذا الاتجاه، وده غالبا هتشتغلوا يعني، هتبتدوا بقى تقروا حبه حاجات ان لا الستيت الواحده ما هياش ذات ماتش سيمبل، وانما الستيت الواحده جواها قد يكون اكمبليت انتليجنت ايجنت، فبالتالي فيه جواها حاجات كتير قوي. فدي اسمها ايه؟ ستراكشرد تكنيك. فده كان الاتوميك. الدنيا كانت سهله وبسيطه ولطيفه. ودي كنا الحاجات اللي اتكلمنا عنها. طبعا الهيدن ماركوف موديل وماركوف ديسيشن بروسيسز، انا فهمت ان انتم ما عندكمش فكره عنهم خالص. عندكم دلوقتي؟ مدك يا رب. كويس، ذاكرته؟ لا. عبد الرحمن نزل فيديو ولا لسه؟ طب يعني حسيتوا بايه وانتم بتتفرجوا على هيدن ماركوف موديل يعني؟ كان ايه؟ كان ايه شعورك يعني؟ كان حاجه صادمه يعني ولا ايه يعني؟ عادي زي بقيه حاجات الصدمه هنا. طيب. ستيت، يبقى اسمها كلمه ستيت. وبعدين بنعمل اكشن، بننتقل من ستيت تو انذر ستيت. ما هو الكلام اهو، ما هو ماشي اهو. يبقى انا في ستيت. طب انا متاكد ان انا في الستيت دي؟ شويه سنسورز
طب انا متاكد تماما ولا في عندي probability؟ عندي probability. طب انا قررت هاخد اكشن، الاكشن ده بقى هيوديني بانهي probability انهي ستيت اهو، صح؟ شفتوا يعني المفروض ان احنا ماشيين مع بعض يعني ان شاء الله تعالى. طيب فبالتالي لما انا احط مساله عندي في الامتحان مثلا، فانت ايه فاهم بقى الهيدن ماركوف موديل، صح؟ الحمد لله. ما هو ابسط حاجه ان الطالب يقول لك ايه؟ لا مش فاهم، لا ما ذاكرتش، لا مش عارف ايه، ابسط حاجه يعني عادي خالص. واحنا برضو ابسط حاجه نجيب امتحان وندي درجات. Thank you.